كل يوم بيكتشفوا جديد في العلاج. يعني قبل كده كان الاسترويد ممنوع، دلوقتي طلع الاسترويد انها مفيده جدا. ادويه الانتي فايرال بعضها طلع فعال ومعظمها طلع غير فعال. فالمتابعه مهمه جدا من خلال المحاضرات والويب سايت الجديد في علاج الكوفيد. الرساله اللي اقدر اوجهها لاطباء الحالات الحرجه اقول لهم ان ده مجال جميل جدا وبيحتاج لسرعه بديهه وسرعه اتخاذ قرار من ناحيه التشخيص واتخاذ الخطوه السابقه، ولازم يكون على درايه باسباب معظم التغييرات. وما اعتقدش ان المونيتور هيساعده، المونيتور مش هيشخص. يعني المونيتور بينه ان في ساينس تاكارديا، هو لازم يبحث ويفتش في المريض ويقول الله دي سببها فيفر ولا سببها هايبوتنشن ولا سببها انكزايتي ولا سببها هارت فيلير ولا سببها اكيوت كرونير سيندروم. طبعا كل ده بنقول المونيتور بيساعد لكن ما يغنيش عن طبيب الحالات الحرجه اللي بيشخص ويتخذ القرار من لحظه للحظه. قد يكون في اختلاف وعشان كده عايز خبره وعايز ابديت وعايز مجهود. انما بيبقى دكتور الحالات الحرجه سعيد جدا بان الانترفنشن بتاعته بالعلاج بتؤدي الى انقاذ حياه مريض. واحد عنده 22 سنه ريكيرنت اتاك اوف رابيد بالبيتيشن ويز بليرنج اوف فيجن. ديسكرايب الابنورمالتي، فاين ايه الابنورمالتي؟ تقول اول حاجه تاكيكارديا، الريجولار تاكيكارديا، وايد كومبلكس تاكيكارديا، ان دي الابنورمالتي وايد كير اس الريجولار تاكيكارديا. في المره اللي فاتت واحد قال الله ده في انترميتنت نورمال. دي مهمه الضربه دي، ان بتبين ان العيان ده ما عندوش اي ابنورمالتي، ده نورمال اي سي جي، نورمال كير اس ونورمال اكسس، يعني ما عندوش مثلا هارت كبير وما عندوش انفارشن. الانورمالتي الوحيده هنا التاكي اريزميا. ايه نوعها بقى اللي عارف؟ ايه نوع الوايت كاريستا كارد دي؟ اف كوندكتد اوفر اكسسوري باس واي، او بعض الناس يسميها بري اكسايت اف، لان دخلنا الفنتركل عن طريق الاكسسوري. اكسسوري مش زي الايفينود، ايفينود ما تفوتش اكثر 180، انما الاكسسوري بتفوت 1 تو 1. يعني الاف 300 تفوت 300، 250 تفوت 50، انما الايفي نود فيها خاصيه ان هي في ايفي بلوك ما تقدرش تعدي اكتر شورت لونج ريفراكتيف بيريود فيها، وكوندكشن فيها ما يعديش اكتر من 180. فدي مالهاش ريفرنس سيجنوس. وايد كار اس كارد الريجولار تساوي بري اكسايت اف او اف كوندكتد اوفر اكسسوري باس واي. يعني اذا واحد بقى يقعد يقول يعني وايت كار اس واخده شكل الليفت باندل، هيقول خلاص واحد قال اي اف وز ليفت باندل، انما اللي هياخد اي اف وز بري اكسايتيشن الدلتا هي باينه اهي حتى في بعض الليد. هو في في تاك الريجولار مفيش، فيري فيري رير مفيش الريجولار، وبعدين مفيش بي او في الحتت اللي يعني اتفردت شويه، فدي ملهاش ديفرنشال دايجنوز. سي تي تشيست سهله جدا، فيها كذا ابنورماليتي توصفها. ما هو النيموثوراكس هتعمل كولابس، طب وايه شويه دول؟ بيقولوا فيوجن، طب وايه ده؟ راكليب حادثه بقى. فيعني ديسكرايب الابنورماليتي كلها، النيومو والكولابس والافيوجن والفراكشر ريب والسيرجيكال امفيزيما. طبعا دي زقه كمان ايه شيفتد الميديا ستاينم للليفت سايد.